يا سلام بعض البشر ردك حدود المعرفة معهم سلام على حساب ما ضرني ومن تجارب الأولين وجهة نظر ويجوزي في حال اتفاق والانقسام اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام واصمت ولا تحرص على كثر الكلام الصمت زين اللي سكوته ساتره يمكن يعاوريها الكلام واذا تكلم تحذر تكون اطول المتكلمين السالفه لا طولت يضعف معها الاهتمام وامزح وما وازحم بالسوان اخر من مزح اليدين مزح الرجال العاقل على حدود الاحترام واضحك ولا تضحك برافع الصوت رافع الصوت شيء من الأداب والذوق عند الضحك ضي يحكم بابتسام واكرم وبيبان الكرام واجد ولا يحتاج دين ترى الرجال اكرمها ما هو بفي كثر الطعام واحلم ولا تعجل ولا تغضب ولا تشري بدين شاور ولا رايك معاك لا شرط عاداك الملام واذا شريت بدين لا تطيع على المتجملين كل حلاله غاليين عنده لوينه ما يسام لجاك ما ديونك معاه بعض الوفاء وبعضه لحين فاستد باللي جاك ويش دراك لله الدوام ترى التغافل فيه لا والله وانشد المتغافلين وجودك والمحتوج اطلقها مع سرب الحمام لجاتك الما توجع واطلقها مع شرب الحمام وارضى لي واجاك الرضا لو العذر ما هو سميم ترى التسامح ميزته والسادة رفيعين المقام صادق إذا صادقت ما وجربت ما صادقت لين ما يطول بك السر ولا يطيب الكلمة نام واصدق مع نفسك وتلقى نفسك من الصادقين النفس خايل ابليس لا تعطيه نفسك واللجام ان يا نصاح تنصح خفا ولا تفضح فالحاضرين ترى الرجال يقودها لينا الحكي قود الخطام ولا التواضع في حضور العالم المتكبرين تعامل بنفس الطريقة معهم ونفس النظام واخلاقك وتواضعك عامل بها والمتواضعين نصف الآداب مجاملة وهجامل ولا تجامل لئام
وإذا تسولف عن طموحاتك مع المتفرغين كأنك تسولف للنصارى فالحلال وفالحرم والعمر ما هو فرصة وحده ولا هو فرصة ما كل ما اطلع شمس لك فرصة وخطوة للأمام هذا ولا وزنة تعال من الليالي والسنين والعلم خير من الجهال